بالنسبة لكيفية التحميل من الموقع، كيفية التحميل من الموقع سهلة جدا. بمجرد الدخول على رابط التحميل المختصر تنتقل إلى صفحة التحميل التي يعرض فيها إعلاناتك الخاصة بجوجل أدسنس. أسفل هذه الصفحة يوجد زر داونلود، اضغط عليه للتحميل، وبذلك تنتقل لصفحة بها رابط التحميل المباشر. وفي الختام مع تحيات لينكاتي دوت أس.